يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم قول الدعاء هذا عند الذهاب إلى المسجد؟ اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا إليك. هذا ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن فيه مقال، فيه مقال لم يصح عن الرسول، لكن لو صح فمعناه التوسل بحق السائلين، ما هو بالسائلين أنفسهم وإنما بحقهم، وحق السائلين هو الإجابة، والله قريب مجيب، من أسمائه أنه مجيب، فحق السائلين على الله أن يجيبهم، فأنت تسأل الله بشيء أوجبه على نفسه سبحانه وتعالى، وأنت لا تتوسل بالسائلين أنفسهم، وإنما تتوسل بحقهم على الله وهو الإجابة. هذا لو صح الحديث. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، القول عمر، وهذا يأتي إن شاء الله سيجيب عنه الشيخ. نعم.